الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا على الواب شار الشاورما. الحين لأن المعلومات اللي عندي طايحة. هذول من صدقهم مصدقين إن القروض بتطيح؟ إي نعم تبطيح، القروض تبطيح وحظك يبطيح. هذا أبو رمية الله يطول لنا بعمره على ألف الرجال النشني لقال فعل. الله يعطي أبو رمية على قد نيته ويطول لنا بعمره. قلامي بس قلامي. خالي وين قاعدين؟ فوضى السالفة ولا فلوسنا لاقينها بالشارع يعني؟ وش الحكم اللي تقطر من حلجك فيروزون؟ عيني عليك باردة، أكيد مو نبيل محلمك تقول هالحكي. يا جماعي لا تلومون بمشعل. كفو يا ابو نبيل كفو، الله يعافي الازمه الاقتصاديه اللي خلتكم انتم يا التجار تحسون بمعاناتنا حنا هالمساكين. يا مال الزجاجين قول امين، وزجاجين السويسريه بعد. انا مو حارني الا هالمقاريد، كل ما طلع لهم واحد قص عليهم كلمتين صدقوا. انت وما سمعتوا خالي افلاطون شو يقول؟ من قبل 2400 سنه كان يحذر من الغوغائيه. لو افلاطون يدري انك بتقرا كتابه يا فيروزون كان هون وما صار فيلسوف. يا خوالي الكويت محتاجه حق قدوه. قدوه؟ مثل منو يعني؟ زين وليد الطبطبائي ينفع قدوه؟ يا معود هذا سيد يشاور فينا بعدين. زين عباس الشعبي ايش رايكم فيه؟ لا يبي باكر تصير ازمه عقل بالديره والله. يا خوالي نبي قدوه مثل مانديلا جفارة واوباما. يعني تبي شخصيه اصلاحيه؟ اي والله نبي شخصيه اصلاحيه، ترانا ملينا من الانبطاحيين. وشنو مواصفات هذه الشخصيه يا فيروزون؟ هالشخصية مواصفاته بسيطة وسهلة، أهم شيء أن كل الكويتيين يحبونه وما عنده أجندة خاصة. وبعد هالشخصية لازم يكون ويها سامح وضحكتها تارسة ويها. ويا يما حبيته يا يما حبيته. يا لولا الله يلعن الله أبو اللي ما يحبك يحب أمك وياك. إي والله إني حبيتك بعد هالي أنت مواهب لايكس، أي بمعنى قبلة طائرة. يا بعدي والله. يا رباه ما هذا الجمال يا خالد. استنوا على الباب شار الشر. منى أمرشة أول ما وصلت بنت الحلال راحت مع الجماعة عشان تبدي عمليات الإصلاح وتحل مشاكل الديرة. شفتي وشلون؟ شفتي وشلون الشعب يحبش يا بنت أمرشة؟ وأنا أحبهم بعد، بس ليش اسوري ترس الشارع؟ هذه الخطة سويناها مع وزارة الداخلية يا خالتي أمرشة. وزارة الداخلية؟ اي نسبة الحوادث كمالها وتزيد بالكويت. قلنا لهم يبي اخذوا كاميراتكم ونقعوها وشربوا مايها. والله عندنا حل اسهل واسرع. شلون؟ شوفي السيارات كلها قاعد تمشي حسب السرعة القانونية عشان تلحق تشوف صورج في دعيتج. أول مرة يمر يوم على الكويت ما في حوادث. هذا كله من بركاتك يا بنت مرشة، الله يجزاك خير. اي والله خالتي ما قصرتي. حاضرين حاضرين ولو، بس الحين وين رايحين إن شاء الله؟ الحين بنسوي إصلاحات على قطاع التعليم. هلا هلا فيهم عادي يا مني، ترى يستاهلون. الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا على الواب شار الشاورما.